استعدوا جميعا، شدوا الأحزمة. انتقل يا راعش، هذا مقعدي. لا أريد أن أصطدم أحد يا شوقي، لابد أن تكون معنا. أنتما الاثنان سوف تعدان العدة لمواجهة أي صعوبات. أنا مستعد. وأنت يا كيكي، ما هي أخبار الأزمنة؟ تبقى لهذه القراءات، نحن في مكان ما في العصور الوسطى. وسطى. العصور الوسطى بمتفجرات بمثل هذه مستحيل. ما مصدر هذا الصوت يا فوري؟ حتى الآن لا أعرف شيئا، لكني أعتقد أن هذا الشيء هو السبب. حجمه أكبر من آلاتنا. ما هذا؟ يبدو وكأنه تنين، وإنه يتجه إلينا مباشرة. سفينة مهجورة، سفينة مهجورة. فلنسرع علي، فلنسرع. دعوني أخرج، بقيت كاركر. أشكرك يا فوري، دعوني أخرج أولا. إنه ليس تنينا، التنين في الحقيقة لا وجود له. لا تقف هكذا يا شوقي، هيا نخرج. هيا كركر، اذهب واحضر. أمرك يا فوري، يجب أن تخرج أولا. وما يكون تنينا. تنينا زوغان، إنه سيحطم آلة الزمن. إننا وردت سوف نهلك. لا داعي لهذا البكاء يا راعش. الجاكت، الجاكت. آسف يا فوري. انظر، التنين مشغول مع هذين رجلين. لا أستطيع صده أكثر يا سيدي. لابد أن نساعده. أترك ذلك لي. لا داعي لهذا يا كيكي، إن لديهم متاعب بما فيه الكفاية. آسف، بمجرد أن تصبح أصابعي مفرودة لا أستطيع أن أوقفها. ميرلين، كيف فعلت ذلك؟ أنا لم أفعل شيئا يا سيدي. هذا نتيجة ما فعلته كيكي. لا تلومني، إنه كركر. إني أحلم. ماذا ستفعل الآن يا فوري؟ سوف ألقن هذا الوحش درسا قبل أن يحرق الجاكيت. أحسنت يا فوري. احضر يا فوري، إنه هائج. فوري 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 فوري، لا تتركني. كان لابد أن أعلمك أن تختار شخصا في نفس حجمك. إنها موقعة. ماذا فعل لذلك التنين؟ لقد كتفه مثل الأرنب. والآن انصرف ولا تعد ثانية. لقد علمته الأدب حقا يا فوري. إنك أكثر من ممتاز، لقد أنقذت حياتنا، وميرلين وأنا نشكرك. ميرلين، أليس هو العالم المعروف؟ نعم إنه هو. إذا كان صديقك عالما حقيقيا، ربما استطاع أن يخلصنا. لا داعي، إنها تحتاج لبعض الترميمات لكي تعمل. أي، سأقوم بإصلاحها وأحتاج للأدوات. سوف أحضر الأدوات يا فوري. أشكرك. أنا سأساعدكم. ماذا حدث؟ أين أرسلان؟ شجرة؟ كيكي، أعتقد أن شخصية ميرلين توحي بأنه ذو قرابة بعيدة لك. لقد فقدنا وأصبحنا محاصرين بين الأشجار والتنين. أين ذهب كركر؟ لقد كان بداخل آلة الزمن. لا داعي لهذه المداعبة، اترك رأسي. كركور، أين أنت؟ هل أنت بخير؟ رأسي يا مجنون. أين ذهب كركر؟ احترس. كركور، كل شيء على مرام؟ حقا، إنها أزمة وسوف تمر. متأكد يا فوري؟ طبعا. لا أعرف قوة تأثيري على ذلك. ألم تستطيع أن تعيده؟ إنني آسف. لن تستطيع الإقامة هنا في الغابة. ماذا ستفعل مع هذا التنين؟ لدينا الكثير من المسائل أخطر من ذلك التنين. أخطر من التنين؟ إن ذلك التنين كان يعمل بأوامر من الفارس الأسود. إن أعدائي الملاعين قد صمموا على أن يسرقوا كل ممتلكاتي. الفارس الأسود؟ هل هو فارس كبير ذو درع وحصان أسود؟ هذا صحيح، وكيف عرف؟ لأنني أراه أمامي. هذه الغابة ملكي، وما أنت إلا عابر سبيل. فوري، إنه الفارس الأسود.
ولو كان فارس الفرسان. هل تعرف ما تفعله هذه الشبكة في شعر رأس كركور؟ احترس يا فوري، إنني أستطيع التصرف على هذا المغرور داخل أو خارج سترته المعدنية. أنا أيضا سأكون معك. هذه الغابات ملكي مثل الكنوز التي ستصبح لي. عن أي شيء يتحدث؟ لقد دعاني لمبارزتي بالسيف غدا من أجل الكنوز. ولكن إن لم تنازلني لم تستطيع أن تكسبها. ميرلين أسرع إلى القلعة. لا تراهم يفلتون منا. لا تتركهم يقبضون علينا يا ميرلين، إن التعذيب لا يتفق مع طبيعتي. أنا آسف، إن أعدائي قد أصبحوا أعدائكم أيضا. سوف أعطي ذلك الفارس درسا من القرن 25، سوف لا ينساه أبدا. أوه كلا كلا، انظروا إلى ما فعلته كيكي، استبدلت العجلات وحولتها إلى أشياء مسطحة. يا محسن الصدف، اقتلوا الفتى أرثر. لا فوري، لقد اختطفوا أرثر. ولم يمسونا بسوء يا شوقي، ولم يقبضوا علينا. ألا يوجد أي شيء تستطيع أن تفعله يا ميرلين؟ حسنا أستطيع أن أحاول. أرني. يا ميرلين، كيف لنا أن نوقف هذا الشيء؟ بطني تكركر. أين الفرملة؟ حسنا أيها الفتى أرثر، يبدو أن أصدقائك قد انتهوا. الفارس الأسود لم يخسر مبارزة واحدة وسيتغلب ويحصل على الكنوز. إننا سوف نرى ذلك الموقف يا ميرل. من العجب. لا داعي للعجب يا شوقي، إنها قلعة أسطورية. لم أرى أبدا أي شيء مثلها، بالرغم من أن ذلك الصوت مألوف لي بكل تأكيد. مهلا مهلا، لدينا ما يكفي من الوقت لكي نتعارف. ونعيدك شيء مدهش حقا يا راعش، إن فوري لديه نفس التأثير على الفتيات. دعنا نتجول حول القلعة يا شوقي، ربما نجد بعض التسلية. أنا هنا. تعالي معي يا كيكي، ربما استطعت أن أجد آرثر. تجده؟ كيف؟ تعالي سوف أوريكي. أنا أعرف أنه هنا إذا استطعت الحصول عليه. ماذا تبحث عنه؟ هذا إنها كرة كريستال حقيقي، هل تعمل؟ أجل تعمل، انظري. ماذا سنفعل بخصوص أرثر يا فوري؟ وماذا سنفعل بخصوص آلة الزمن؟ الأشياء الهامة أولاً يا راعش، والفتى أرثر هو رقم واحد. كركور، ماذا أنت فاعل في ذلك الدلو؟ مستحيل. إذن انتظرني هنا حتى أعود يا كركور. لديك موعد؟ ألا تعرف؟ فهمت يا فوري. دائما توقع نفسك في المشاكل. فوري، إنه الفارس الأسود. حسنا، سوف يقودنا إلى الفتى أرثر، واحد منا يتبعه. أنا فوري، أنا. لابد أن يكون شخصا غير معروف. من هو الشخص الذي يستطيع تتبع الأثر؟ طبعا هو كركور، ولكن لابد أن يكون هادئا. مفهوم. حسناً. حاولت يا كركر، ربما صادف ميرلين وكيكي حظ أفضل. هل عثرت على حفيدك أرثر يا ميرلين؟ كلا، ولكنه موجود في مكان ما هنا، ولكن أين يكون؟ هل تستطيع توضيحها أكثر؟ أينما يكون فإن الاستقبال سيكون مخيفا. لقد اختفى تماما. حسنا أيها الفتى أرثر، كيف تقضي وقتك في زنزاناتك هذه؟ إني أمرك أن تدعني أخرج. ليس إلا بعد المبارزة، عندما تصبح الكنوز ملكي. وفي نفس الوقت، من الذي سيفكر في البحث عنك هنا؟ من حقا؟ كيف سنجد أرثر في الوقت المناسب؟
ربما كانت تلك الكرة الكريستال تحتاج إلى لمسة من القرن الخامس والعشرين، وربما عصاتي تستطيع المساعدة. ما هذا؟ يا بحث من الصدف. هذا هو المكان، ولكن كيكي كانت ستضللنا. إنها كانت غلطتي أيضا، إنني خائف. احذروا، لقد ضرب. أنا لا أصدق، راعش، لقد أصبحت طائرا. هل تعرف كم من المال سأربح مع الصقر المتكلم؟ راعش، لا تخشى شيئا يا شوقي، الخدعة ليست مستديمة، إنك ستتغير ثانيا. متى؟ لست متأكدا. أنا أيضا لست متأكدا. لقد خطرت لي فكرة شوقي، تستطيع أن تطير وترشدنا إلى مكان الفارس الأسود في الغار. مؤكد. هل أطير؟ أنا؟ هل أستطيع؟ تماما يا شوقي، ارفع جناحيك عاليا. هل أنت متأكد أنني أستطيع؟ بكل تأكيد، حرك جناحيك. حسنا، سوف أطير. يا محاسن الصدف، اتبعوني جميعا. اي انه يطير. لقد صرت طائرا يا شوقي، اصبحت طائرا. اي انظروا الي. والان يا شوقي اتجه الى الغابه وابدا التفتيش، وسنكون خلفك تماما. لقد فهمت الفوري. لا تخشى شيئا، سنحاول ان نخلص حفيدك ارثر. خلصا سعيدا. وداعا. لقد أصبحت طائرا كباقي الطيور. يا للحظ، هنا يوجد رجال الفارس الأسود. الآن سأدخل لإلقاء نظرة فحصة. فليحاول أحد أن يمسكني. لقد وقعت. هل أنت متأكدة أنه مرؤوا من هنا؟ هناك شيء ما بخصوص هذا لا يجعلني أطمئن إليه. إنه الواقع، إنه التنين، وإنه غير سعيد. والآن أيضا لتدخلك في شؤوني، لذلك تستطيع حسم الأمور مع التنين. الصخور تنزلق نحونا، لقد أمطرنا، وأنا أعتقد أن التنين سيهاجمنا. يا محسن الصدف. لقد هلكنا، 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 هلكنا. صديقي كركور، ايه كن هادئا. ايه امرك يا فوري. احسنت يا كركور. ماذا سنفعل الان يا فوري؟ لدي خطة، عندما اقول هوبا اهربوا. ارجوك قلها بسرعة. حسنا، هوبا اجروا بسرعة، باقصى سرعة. شكرا من اجل المساعدة يا حضرة التنين، والان نبحث عن شوقي. والان اصبحت الكنوز لنا. ملكي، لكنكم جميعا ستشاركون في ثروتي. عاش فارسنا، عاش. عندما لا يخرج عرصا للمبارضة فان الكنوز تصبح ملكي بسبب الانسحاب. واين يوجد الفتى ارثر؟ اين يكون؟ في المكان السري حيث لا يعثر عليه احد، في سنسناتي الخاصة. أين يكون؟ وما علي إلا أن أخرج من هذا القفص. حسناً حسناً، ماذا لدينا هنا؟ جاسوس؟ أعتقد أنني حذرتك من ذلك. وما هو ذلك؟ ذلك أنك محاصر. فوري، كيف هربتم من زنزانتي؟ فوري، لقد عرفت أين يكون آرثر. أوقفوهم. سأخرجكم من هنا يا فوري. أنا نجحت، لقد خرجنا من هناك. الآن نستطيع أنقاذ آرثر. تماما، هذا لو استطعنا العثور على جبل ثلجي نختبئ فيه. أسفة يا أصدقاء، لم أكن أقصد ذلك. لابد أن هناك شيئا أستطيع أن أفعله. بيكو بيكو. يا عزيزي، هذا يحتاج إلى بعض التركيز. عندما تطلع الشمس ولا يظهر آرثر سأطالب بالاستيلاء على كنوزه. نحن سوف نمنح آرثر 5 دقائق مهلة، إذا لم يظهر خلالها تكون الكنوز لك. كما تحب يا سيدي.
الوقت قصير، يجب علينا إعادتهم ثانية. ليس هناك وقت لنضيعه، حان وقت المبارزة ولم يظهر آرثر. رايش كيكي، اذهب مع شوقي وأثره على آرثر، وأنا وكركر سنقبض على هذا الفارس. إني أتجمد بسرعة فوري. عمل ممتاز يا ميرلين، بطيء ولكن ممتاز. بالانسحاب يفوز الفارس الأسود. نحن في حاجة إلى بعض السرعة في العمل يا كركر، ناول الخوزة. إن هذا الدرع يزن طنًا يا كركر، ساعدني يا كركور. بالتأكيد يا فوري. لا فائدة يا كركر، ارتفاع قليل هناك يا كركر، ارتفاع قليل وسوف أصل. سهلة فوري. الآن انخفض بي لأسفل، إنها سهلة حقيقة. يا كركر ببساطة. عمل طيب. أشكرك يا فوري. الفارس الأسود يقول إن آرثر موجود في زنزانته. حسنا، ولكن أين هي؟ ايه انظروا الى هذه، انها تشبه شعلة سباق. شوقي، كيكي، الى اين انتم ذاهبون؟ شوقي هاي، ماذا تفعلون هنا؟ اتينا لكي ننقذك. والان من الذي سيقوم بانقاذنا؟ هل اعددت كل شيء؟ تماما يا فوري. تمنى لي الحظ. لقد انتهى الوقت، وانني اطالب بالكنوز لي. ليس الان ايها الفارس الاسود. انت عشر؟ لا، لقد فوضني للمبارزه، وهو يتصور ان اي شخص يستطيع ان يهزم هذا الفارس ولا يريد ان يشغل نفسه بذلك، فهل تبارزني؟ لست في مستواي. ليس هذا هو السبب، انك تخاف ان تبارزني. انني لم اخسر مبارزه في حياتي. ابدا المبارزه الان. دع المباراه تبدا. هوري رمحه. إنني غالبا ما أنسى رمحي. أشكرك يا كركر. تفضل. عند علامتك. كركور، ما الذي تقوم بترتيبه هنا؟ لا أعرف فوري. حسنا، أمسك هذا وكن حذرا. كن مستعدا يا كركر، سنصطدم الآن. هل رأيت ما حدث؟ لقد فقد أعصابه. اسمع فوري، إنه هناك. أعرف، لا تهتم، سوف أكسبك هذه المرة. شوقي، كيكي، أين أنتما؟ رايش، إننا سعداء برؤيتك. ماذا تفعلني في هذه الزنزانة؟ نريد أن نخرج، هل يمكن؟ مؤكد يا شوقي. أعتقدت أني لن أجدكم. رايش، الباب. لقد تم إغلاقه ثانية. لا تخشى شيئا، سأحصل على المفاتيح ثانية. لقد ألقيت بهم عبر الحجرة ولن تصل إليهم. أوه، ماذا سنفعل؟ سنبدأ جولة ثانية. هذا الشاب يدور مثل العنزة يا كركر. تماما يا فوري. فوري هيا. الفارس الأسود لم يخطئ أبدا. إنني أرغب في أن تدعني أجرب قواتي. لا داعي يا كيكي، أنا نسيت القبض الشمالي. أما رأيت أصابع أقدامي مثلجة. فوري قد بدأ المبارزة. الفارس الأسود لم يخسر أبدا مبارزة. أبدا، ولا مرة، ولا حتى في المدرسة الابتدائية. أبدا. يا محزن الصدم. لقد لعبت معك ما فيه الكفاية. إذن دعنا نتوقف ثم نستأنف المبارزة. تعبير حسن. أعتقد أنني فهمت المغزى من هذا الآن. إننا يتعشم ذلك. هذه سوف تكون نهايته. فوري. المباراة تحولت لصالح فوري. إنه الفارس الأسود. كل شيء يرجع للوراء، لقد انتظرت وقتا طويلا. ثق بي يا صديقي آرثر، فعندما تقول ارجع للوراء فهذا أفضل شيء تفعله. فوري أسوأ ما عندك يا طفل صغيرة. هذا أسوأ ما عندك يا كيكي، افعل ما هو أفضل. يا محسن الصدق، ماذا تفعل هنا؟ إنهم خلف الحوائط، لقد رأيتهم في الكرة الكريستال. لكنك لن تستطيع إخراجهم أبدا. سوف ترى، سوف ترى.
لقد أمسكته جيدا يا كركر، كان اعتراضا تاما. كن حريصا مع تلك العصا يا كركر. قفوا كركور اتركها واهبط. هذه الاشياء لا غير اهتمامي. حتى تفضل وتستمع الي، انك لا تستطيع ان تستمر خاطفا كنوز الاخرين. ومن قال ذلك؟ الفوري يقول ذلك. يا حراس امسكوا بهم. عصاتي بسرعه يا كركر. اصبحوا صناديق. إنها العصا العجيبة. والآن سنمرح قليلا بعض الموسيقى للمبارزة. أنا أحبها هذه الموسيقى. هذه أصوات شريرة ومرعبة. إنها تسمى رقصة الروك أندرول أيها الفارس العجوز. لا لا، ربما تفضلها في الخارج. أطمئن يا صديقي آرثر، لن يعود هذا الشرير الثاني. كيف أستطيع أن أرد لك أفضالك؟ لا شيء، سوف ننصرف بعد الانتهاء من هذا الاستعراض. إنني سوف أحولها ثانية. لدي شعور أن الرحلة ستكون طويلة عند العودة إلى ملوخي. حسنا، ستصلون هذه المرة بالتأكيد. لا تقلقوا، سيعيدها. من المؤكد أننا استنفدنا كل عصور الزمن في العالم. أخيرا وجدت لي زميلا. آه.